11 أبريل 2017. في هذا الدرس سوف نحاول الوصول لهذه النتيجة النهائية للنشاط الليلي. جيد، الآن لنذهب إلى ملفات العمل للمشروع النهاري. هذا هو التست ريندر للمشروع النهاري. نوجد أيضا تست ريندر للمشروع النهائي، يمكن فتح هذا أو هذا، ولكن قبل فتحهما، أو بالأصح لن نقوم بفتحهما، فقط سأقوم بنسخ هذا لعمل كوبي له، ثم تغيير اسمه إلى نايت تيست ريندر. إذا سيكون هذا الملف خاص بالريندر التجريبي للمشهد الليلي، ثم سأقوم بفتحه، وأيضا سأقوم بفتح ملفين آخرين. هذا الملف نايت لايت هاي كواليتي بريت شي دي ار اي بريسن، سأقوم بفتح هذا الملف لرؤية إعدادات الريندر النهائية للمشهد الليلي للمشروع السابق الذي قمنا بإنشائه مسبقا والاستفادة منها. وأيضا سأقوم بفتح هذا المشروع، أو يمكن فتح حسنا سأقوم أيضا بفتح هذا المشروع. أين هو هذا؟ توماس بروجكت نايت لايت سلندر. هذا المشروع هو خلاصة ما سوف نقوم به في النايت تيست ريندر. إذا بعد العمل على ملف مشروع النايت تيست ريندر سنحصل على هذا المشروع. لهذا يجب فتح هذا المشروع أيضا لأريكم لاحقا كيف سنقوم بالاستفادة منه. الآن تم فتح الثلاث مشاريع كما تلاحظون. ما يهمنا الآن الذهاب إلى المشروع السابق، هذا هو المشهد الليلي للمشروع السابق، والاستفادة من أدوات الإضاءة فيه. والاستفادة سنقوم بعمل التالي. أولا سأقوم بأخذ كل العناصر المراد أخذها، مثل أعمدة النار الصغيرة. سأقوم بكنترول بعمل تحديدها بكنترول. هنا سأقوم بعمل اللايتس، تحديد اللايتس فقط، من ثم سأقوم بتحديد إضاءات الفراغات بكنترول أيضا هكذا. بعد ذلك سنقوم بتحديد الأبليكات، ومن ثم نقوم بتحديد لمبات الصف هكذا من ثم التدوير. الآن سأقوم بعمل رايت كليك ومن ثم هايلايت سيلكتد. هذه هي إضاءة الفراغات بجراي بلين، وأيضا لمبات الصف أي إس، وهنا أيضا الأبليكات، وهنا أيضا أعمدة الإنارة الصغيرة. سأقوم بتحديدهم هكذا، ومن ثم عمل copy objects to file. بعد ذلك سأذهب للمشروع تيست ريندر نايت تيست ريندر، ومن ثم حرف T والزد، ومن ثم عمل paste. نقوم بعمل paste objects from files. بعد إنزالهما سأقوم بعمل move لهم إلى هنا. الآن لنقوم بوضع كل إضاءة في مكانها المناسب. كما تلاحظ معي هنا أن هنالك إضاءة للأبليكات في المستوى السابع هكذا. أولا سنقوم بوضع الأبليكات، هذه هي الأبليكة. سأقوم أولا بتكبيرها 90 درجة، تحديدها، ومن ثم نقوم بالتأكد من هنا من أنجل سناب توبر، أفعلها ومن ثم رايت كليك. يجب كتابة 90 درجة هنا في عندي.
بعد ذلك الكلوث الذي لهم بالتدوير هذا جيد. بعد ذلك نقوم بتحديد ثم بالموف تصغير محاولة وضعها في مكانها المناسب، ولوضعها بطريقة أدق سأقوم فقط أولا بفتح الكاميرا ثم تحديد الحائط، بعد ذلك حرف التي والزد نقوم بتحديد الأربيكة هكذا بالكنترول، بعدك رايت كليك هايد اند سيلكتد، والآن يمكننا بكل سهولة وضع الأربيكة. سأقوم بوضعها على الحائط هكذا ثم الاضطراب، لنرى الصورة جيدا هذا هو متاعها. بعد ذلك نقوم بوضعها جيدا، بعد ضبطها من الطب نقوم بضبطها من الفرونت فيو حرف F والزد ثم رفعها إلى أعلى في الواي إلى هنا. جيد، هذه هي الطريقة التي تم عمل أو وضع إضاءة الأربيكا في المشهد الليلي. الآن يجب تكرارها 1 2 3 4 5، يجب تكرارها 12 مرة مع لحظة الانتظار المسافة بينهما. ولكن لن أقوم بعمل ذلك، إذا أردت أن أكررها فأقوم بتحديدها ومن ثم بالشيفت هكذا، هذه هي المسافة الأولى ومن ثم الانستنس ومن ثم كتابة 12، ولكن لن أقوم بذلك، سأريكم لماذا. رايت كليك أن هايد أول، بعد ذلك حرف التي والزد، الآن نقوم بوضع إضاءة العامل الصغيرة، سأقوم فقط بتحديدها هكذا ومن ثم بموف نقوم بتحريكها إلى مكانها المناسب هكذا، سأقوم بتفعيل الواير فريم F3 ومن ثم وضعها في مكانها المناسب هكذا هنا وهنا أيضا انستانس. اوكي جيد، بعد ذلك نقوم بتكرارهم إلى أماكنهما المناسبة بشيفت انستانس كتابة عدد تكرار النماذج، سأقوم بعمل ديليت وهنا أيضا ديليت، هذه هي الطريقة التي تم وضع أعمدة الإعبارة الصغيرة بها. بعد ذلك سنجد هنا إضاءة لمبات الصف، ولعمل إضاءة لمبات الصف سأقوم بتحديد هذا من ثم حرف السي تفعيل F3، بعد ذلك نقوم بضغط حرف البي من ثم تحديد مثلا هذه السلايد أو هذا الفلور، بعد رايت كليك بكنترول نقوم بتحديد الكنترول من ثم هايد اند سيلكت. الآن بعد تحديد الفلور نقوم بضغط حرف التي والزد ومن ثم أخص، بعد تفعيل F3 أخذها إلى هنا ومن ثم بعد وضعها في المكان المناسب سأقوم بتحديد الفلور أيضا من ثم هايد أول، يجب علينا بعد فتح الكاميرا حرف السي و F3 لتفعيل الوير فريم، يجب علينا أخص الحوائط لوضعها بشكل أفضل بكنترول أيضا ومن ثم رايت كليك هايد اند سيلكت. الآن قمنا بتحديد الفلورز والوولز الذي نرى الحدود، ومن ثم أخذنا أيضا لمبة الصف. الآن سأقوم بعمل حرف التي والزد وتفعيل الإف 3، بعد ذلك سنرى أن هنالك هنا وول، يجب علينا نظرة قليلة الآن نضع لمبة الصف في مكانها المناسب ومن ثم عمل جروب
كوبي للجروب نعمل بتحديد الهدف، نعمل بتحديد الهدف هكذا، وبعد ذلك نقوم بمده إلى جانب الحائط. بعد ذلك نقوم بالتحديد هكذا ومن ثم إغلاق الجروب. الآن لنقوم بضغط حرف الـ F والـ Z لوضعها بمكانها المناسب هكذا. جيد هكذا. هذه هي الطريقة التي تم بها عمل إضاءات لمبات الصف. بعد ذلك يمكننا التكرار كما نريد في Shift وأنيسس وكتابة عدد التكرار المعادي. بعد ذلك نصهم إلى باقي الطوابع. لن أقوم بعمل أكثر من ذلك، سأريكم لماذا بعد قليل. الآن رايت كليك أن هايد أول ثم حرف التي الزد. الآن إضاءات الفراغات. لإضاءة الفراغات سأقوم بأخذ هذا الجري لايت ومن ثم أخذه إلى داخل الفراغ. بعد ذلك حرف الضغط على موديفاي ومن ثم التعديل هنا في المقاسات هكذا في الهاف لينكس وهاف ويدث هنا التعديل. هكذا من ثم التحريك. بعد ذلك التعديل في الويتس هكذا. وبعد ذلك نقوم ب تقليل الشدة إلى 30 انتر مع الاحتفاظ بنفس لون الإضاءة. بعد ذلك نقوم بإضافة حرف الـ F والـ Z. حرف الـ F بعد التحديد الـ Gray Light نقوم بإضافة حرف الـ F والـ Z ومن ثم وضعها في كل طابقة لاحدة هكذا أسفل الفلور ومن ثم تكرارها في باقي المستويات كما نريد، ولكن لا نقوم بعمل ذلك. الآن لاحظ معي هنا في ملف الماس بروجكت نايت لايت تيست ريندر أن هنالك أيضا إضاءات أعمدة إنارة شوارع كان يجب علينا أخذها أيضا من المشروع السابق، ولكن سنقوم بحل ذلك بكل سهولة. الآن سأقوم بالرجوع إلى النايت تيست ريندر ومن ثم مسح كل الذي قمنا بعمله. ديليت أيضا هذا ديليت وأيضا تحديد البريلايت ديليت و بعد ذلك أعمل إنارة من التوب زد بالاقتراب أيضا قمنا بمسح المصدر. الآن سأقوم بمحاولة سرقة الإضاءات من المشروع الجاهز. ولعمل ذلك سأقوم بالذهاب من هنا إلى Lights ومن ثم أخذ كامل إضاءات المشروع بما فيها الشمس ومن ثم أعمل كوبي لها كوبي أوبجيكتس تو فايل. بعد ذلك لفت كليك في الخارج نقوم بالرجوع إلى ملفنا الحالي ماي تيست ريدر. سأقوم بتحديد الشمس ومن ثم مسحها. بعد ذلك لفت كليك على بيست أوبجيكتس فروم فايل ومن ثم لفت كليك هنا في الخارج. لاحظ معي عند الضغط على حرف السي سنجد أن كل ويب 3 سنجد أنه تم وضع كل إضاءات المشهد. الآن سأريكم فقط الإعدادات التي تم عملها للبريسن حتى تصبح تشبه الإضاءة الليلية. سأقوم بتحديد الشمس ومن ثم فقط قمنا بتقليل شدة إضاءة الشمس
intensity multiplier وجعلها بدلا من واحد جعلناها 0.1. وأيضا قمنا بفتح الماتيريال إديتر ومن ثم فتح هذا الفريق HDRI، ومن ثم نقوم بعمل الـ overall mod 0.7 وهنا عفوا 0.1. لاحظ معي هنا ماذا سوف يحدث، حصلنا على سماع تقارب غروب الشمس. ومن ثم خلاص نقوم بعمل الريندر مالت بقيمة 7 فقط، قمنا بعمل ذلك. يجب أن لا ننسى هذه الخطوة. ومن ثم الآن نقوم بالحفظ من ثم نقوم بفتح الريندر سطر. من ثم البري فريم بفر شو لاست بي اف بي. الآن سأريكم إذا قمنا بعمل تيست ريندر سنحصل على هذه النتيجة. استغرق التيست ريندر ما يقارب 18 دقيقة بعد ما طلعنا. نعتمد على هذه الصورة، انتظر قليلا. هذه هي النتيجة التي حصلنا عليها. هذه هي النتيجة التي حصلنا عليها. هذا هو الريندر التجريبي. لاحظ معي حتى الأشخاص لم يظهروا في التكشر الخاص بهم. لاحظ معي إذا أردنا أن نقوم بعمل ريندر نهائي سوف نحصل على هذه النتيجة. لاحظ معي الفرق، لاحظ معي هنا على الزجاج، لاحظ معي في الصورة النهائية الزجاج هنا ليس فيه هذه الانعكاسات المشوهة للمشاهد. الآن سأريكم الإعدادات التي مكنتنا من الحصول على هذه الصورة الجميلة. الآن فقط سنقوم بالذهاب، سأقوم بإغلاق هذا، سأقوم بالذهاب إلى النايس سين إلى هذا المشروع. نايت لايت، هذا هو نايت لايت هاي كواليتي المحاكاة، عفوا فتح الريندر سيرفر. فتح الريندر سيرفر ومن ثم أولا نقوم بزيادة الريزوليوشن إلى 4500 ومن ثم محاكاة هذه الفيديو كما ضروري. هنا رايت تشيك على الديتيل انهانسمنت واختيار هنا ميديوم ريسيت، وإذا نذهب إلى إعدادات اللايت كاش 400 ومن ثم إلى سيدنج نقوم بإزالة الفريم ستار ومن ثم الريندر إليمنت نقوم بتحديد الجريد نوزر ومن ثم تقريبا إنيبل وهو أدفانس نوزر باراميتر. نقوم بعمل show the user show the user result channel ومن ثم close ومن ثم حفظ المشروع ومن ثم render. إذا قمنا قبل ذلك يجب علينا الذهاب إلى التولز براي لايت ليستر ومن ثم رفع السبديفيجن لكل مصادر إذاعات المشاهد. نحن نحن سبديفيجن 24 24 وهم 24 وهم أيضا 24. يجب كتابة هذه الأرضية ومن ثم بعد ذلك نفتح الماتيريال إيديتور ونقوم برفع كل الخامات السبديفيجن للخامات هنا. ومن ثم بعد ذلك نقوم ب
حفظ المشروع، رقم بي حفظ المشروع، هكذا. ومن ثم الضغط على ريندر، سوف نحصل على هذه النتيجة. انتظر قليلا، هذه هي الصورة. استغرقت 7 ساعات لأنني قمت بفتح الجهاز بإيقاف الجهاز من ثم فتحه مرة أخرى. لهذا استغرق 7 ساعات، لكن في الغالب تستغرق ما بين 3 إلى 4 ساعات. الآن اكتمل الريندر، بدأ صار 7 ساعات. لاحظ معي النتيجة النهائية جميلة جدا. ممكن عمل مقارنة بتعديل هذه الصورة النهائية من ثم الضغط على حرف الـ A. انتظر قليلا، ومن ثم لفت كليك على الصورة رقم 3 من ثم تحديدها كـ B، ومن ثم عمل المقارنة ثم تحريك الخط المنصف يسارا ويمينا. سوف نرى الفرق بين الريندر التدريبي والريندر النهائي، وهذه هي النتيجة النهائية كما تلاحظون. والآن إلى اللقاء.